الانسان كان عندك ديال الحيازه جبتيه انت شي واحد اخر ودخلتي عندك الطائر مات لك الطائر ضاع لك الطائر كلا لك القط المهم علاش لان المياه والغابات حنا غنشوفوا غتعطيك واحد الكوطه ديال الطيور عطاتك 10 راه تبع غتشوف الاطراس فين هذاك الطير اللي عطيتو لك لان انت غتتسرح غادي يقول عندي الطير كذا 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 عطيتك الحيازه ديالو لا انت غتقول فين هما هذوك الطيور مات لي غادي نشوفو مات لي ضاع لي تبدلت انا وصاحبي راه خص لا دراسه بيني كاين هذا الهام كبير هذا اللي مجتمعي فيه خصوصا المرحله اللي وصلنا فيها ناحيه ديال الانسان يمسك الحيازه واحد المرحله اللي مهمه وهذا العمل هذا لسنين والجامعه المغربيه لعلم الطيور اشتغلت على الموضوع هذا والحمد لله شهر ديسمبر دونك كان فاليداسيون ديال المسطره اللي غتخدم كل يوم هي الاخيره وكانوا فيها مراحل ومراحل ومراحل والحمد لله دابا بقينا تصريح ديال هذه المسطره هذه هي اللي غادي نشوفوا اليوم مع السي عزي غادي نشوفوا معاه المسطره ديال الانساك والحيازه وغتكونوا اسئله يكونوا اسئله بزاف واللي مهم في هادشي كامل هو نتواصلوا باش نوصلوا عندنا ثلاثة ديال المعايير اللي مهمين ولا ثلاثة ديال ثلاثة ديال القيم اللي مهمين عندنا هو القيمة الأولى هي الاشتراك الثانية هي التبادل أخرج والقيمة الثالثة هو التميز هذا العمل اللي كنا ندير في المسطرة داز مع المراحل كاملة أنه كان واحد الاشتراك ديال كافة ديال الهواة وديال المسؤولين عن الجمعيات اللي معنا واللي ما بقاوش معنا تما كانوا خدموا في هذا المسطرة هذه واحد العمل جاد اللي كان فيه بيان السي عبد الحق والسي عزيز والفريق كامل كانوا خدامين في هذه المسطرة هذه وكان واحد القطاع كان لظروف خاصة ما نخرجش كيما نجينا حنا باش غادي نشرحوها فكلمة اللي غادي نختصر شوية باش نخلو الوقت كامل لسي عزيز باش يشرح لنا هاد المسطرة هادي تنشكر كلشي اللي حضر المغرب كامل ما نبقاش نقول ندير فينا هاد الموضوع هذا موضوع وطني ما عنده علاقة مع الجامعة ما عنده علاقة مع الجمعيات هذا موضوع تربية الحسون في المغرب وشنو كيفاش غادي تربي الحسون شنو خصك دير هو اللي غادي يشرح لنا سي عزيز ولهذا تنتظر منكم انكم تسمعوا مزيان والى ما الى من سايو البريزونطاسيون غادي يبداو الاسئله ما نحطوش الاسئله الساعه ديال البريزونطاسيون يكون سي عزيز يبريزونتي خذوا النقاط ديالكم وديك الساعه من بعد نشوفوا الاسئله ديالكم ونحاولوا نجاوبوا معها غير هذا المثال الاول ان شاء الله ديال الاسئله دونك استغلنا الفرصه باش نجمع بكم اخر الحاجات اللي كاينين في هذه المسطره هذه غدا ان شاء الله في الجهه ديال الرباط هي رهينه لتواجد هذا الطائر واستمرار تواجده في الطبيعه اذا فمن هذا المنطلق الجامعه المغربيه لعلم القلوب فدائما كانت تعمل على حمايه هذا الطائر حمايه هذا الطائر لكي تستمر هذه الهوايه ثم لحماية هؤلاء الهواة من المخالفات التي قد يقعون فيها وبطبيعة الحال لكي الجزاء تحت طائلة القانون إذا فبالتالي أن اليوم غادي ندير واحد القراءة على هذه المسطرة كما قال سير الوان اللي هي آخر تحليل اللي جانا بالمياه والغابات وصلنا بالمياه والغابات درنا واحد القراءة هذه القراءة ليست نهائية وإنما هو اجتهاد يمكن نقول اجتهاد بمعنى ان نحن نعول على الاخوه الحضور انهم حتى هم يتفاعلوا معنا وغادي نشوفوا نطرحوا تساؤلات وبطبيعه الحال الملاحظات ديالكم حول هذه المسطره سوف تدون علاش لنقلها بكل امانه الى الجهات المختصه لان احنا مازال ما وصلناش بالرساله الرسميه لتنفيذ هذه المسطره وصلنا بها لكن الرساله الرسميه للجامعه لتنفيذها باق لازم ولكن هذا النص نهائيا راه موجود. اذا على بركه الله وبدون تطويل ونتمنى نكون خ...
التخفيف على قلوبكم. إذا كيما شفتوا بأن عندنا الشعار ديالنا هو الهواية والغاية. إذا انطلاقا من 2011 بالضبط، غادي نشوفوا علاش 2011 لم نعد نتحدث عن الهواية العشوائية، بمعنى أننا غادي نديروا الهواية ديال المسابقات الطلاب، ولكن صدر قانون ينظم أو ينظم هذه الهواية. وطبعا الحضارة الأدبية راهو غافلين عليه. صدر قانون ديال 2005 اللي كينظم العملية ديال الاتجار في الحيوانات المتوحشة من أجل حمايتها. وبطبيعة الحال في 2011 الجامعة المغربية لعلم القلوب كانت دير واحد مجهودات اللي توجد واحد المنتقى سميناه المنتقى الوطني لحماية القارب الطائر الحسوكة في 2010. قلنا أننا مجموعة من الجمعيات اللي جاوبوا بأننا خصنا حان الوقت اللي يتحرك لحماية هذا الطائر. علاش؟ لأن كانت الظاهرة ديال التهريب ديالو ديال الصيد العشوائي واحد مجموعة من الأشياء اللي كانت بالفعل أننا ما كناش باغيينها. إذا فبالتالي أن مباشرة من هذا المنطقة خرج هذا القانون ديال 2000 ديال 2005 واللي جعل هذا الطائر محمي، يعني ما بقاش أنه من قرون المخرب، وإنما أصبح الطائر محمي. صار فيها واحد الديباجة، يعني واحد التقديم ديالها. ثم عندنا المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ثم السابعة. عندنا الأشخاص المعنيون بالاستفادة من تراخيص إنسان طائر الحسون، شكون هو الناس اللي عندهم الحق يستفادوا من الإنسان. وعندنا كيفاش غنخرجوا رخصة حيازة طائر الحسون، وكيف يتم إصدار الترخيص لحيازة طائر الحسون. ثم الاستفادة من رخص إمساك طائر الحسون من الوسط الطبيعي، يعني كيفاش الإنسان يمكن له يمشي في الطبيعة ويجيب واحد الطائر الحسون بطريقة قانونية دون أن يتعرضوا للمضايقات أو المساءلة. ثم إصدار ترخيص لإمساك طائر الحسون، بمعنى أن هذا نجي للطبيعة وناخذ واحد الطائر يتطلب الأمر ترخيص. غادي نشوفوا هذا الإصدار غتبين لنا كيفاش يمكننا نحصلوا على هذا الترخيص. ثم عندنا واحد الضوابط عامة غادي نشوفوها ومراحل التنسيق ديال المسار، بمعنى هذه النقط اللي غادي نطرقوا لها في هذا العام ديالنا. غنشوفوا بان النص ديال المسطره ومعه واحد المرفقات، عندنا واحد المرفق اللي مسمي نموذج واحد. هذا النموذج واحد راه معناه هو هذاك ذلك الترخيص الذي يخول للمستفيد منه حيازه طيور الحصون اصدار المشاركه في مسابقات التغيير. هذا اللي كنسميوه نموذج واحد، بمعنى ملي كنكونوا هضرنا في هذا النموذج واحد كنقصدوا به الترخيص ديال الحيازه. النموذج جوج نقصدوا به الترخيص ديال إمساك طائر الحصون من الوسط الطبيعي قصد المشاركة في المسابقات. نلاحظوا بأن هذه الكلمة ديال قصد المشاركة في المسابقات، علاش؟ لأن هذا المسطرة يعتبر قانون استثنائي، لأن القانون ديال 2005 راه قال لنا باش تكون عندك طائر الحصون باش تشدوا الطبيعة، ولكن استثناء نظرا للترافع ديال جمعية المجتمع المدني اللي كدير هذه الهواية، يعني حنا كثار راه تبارك الله راه شحال في المغرب من طنجة حتى للمناطق الجنوبية راه كاين مجموعة من الجمعيات، بمعنى هذه الجمعيات عندها الحق. علاش؟ لأنها تمارس واحد الهواية، وهذه الجمعيات عندها الترخيص ديال القيام بالأنشطة ديالها، لأن معظم الجمعيات اللي كنقولوا جمعيات قانونية بمعنى حاصلة على وسط إداري. هذا وسط الإدارة عطاتك السلطة، وهذيك السلطة اللي عطاتك الترخيص راك حطيتي لها القانون الأساسي ديالك. هذا القانون الأساسي اللي حطيتو لها ووصلكم عليه حقوق عندهم وعند وكيل الملك، راه
فيه اننا كنديروا المسابقات ديال طائر الحصول. شكون اللي سبق؟ كاين جمعيه اللي سبقت القانون. فبالتالي ان هذه الحاله ديال التنازل بمعنى وجود سلطه اعطاتك الترخيص باش انك تنشط، وجود واحد المصالح ديال مياه الغابات اللي عندها واحد القانون اللي كيقول لك الناس اللي ما ديرش، هذه حاله التنازل. وبطبيعه الحال ان هذا اللي كان اللي ترافع على مياه قدام المياه والغابات، بمعنى اودي راه عندنا الحق. علاش؟ لاننا حنا جمعيات قانونيه، والقانون الاساسي ديالنا كيقول باننا راه حنا غادي نديروا المسابقات ديال طائر الحصول، وحنا حطينا لكم درنا الايداع القانوني ديال الملف ديالنا، وعطيتونا الوصل ديال اننا نشتغلوا. هذا المسطره الاول ديال واش غادي لاحظوا النهار اللي طرحت لي هذا طائر الحصول من خلال تعرضه للاتجاه غير المشروع وتهديده الى الخارج. تم اتهام مجموعة من التدابير تهديفهم إلى حد من هذه الطائرة والمحافظة على هذه الطائرة وحمايتها. ومن بين أهم هذه التدابير تم تصنيف هذه الطائرة في لائحة الحيوانات المحمية، لأن طائرة الحصون في القانون طائرة محمية. هذه هي القاعدة. والاستثناء هو اللي غادي يجي. أنا بدي أنتم الناس اللي كديروا هذه الهواية غنعطيكم واحد النقطة استثنائية باش تخرج تصيدوا بالطبيعة، وباش أنك نقل به تقدر تمشي تشاف به، وباش أنك تكون عندك في الدار ديالك. دونك هذه نقطة، هذه غنجيبوها نقطة استثنائية من القاعدة ديالك. ضمن في أحد الحيوانات المحمية والتي يمنع قنصها وإمساكها وأسرها وبيعها وحيازتها. تلاحظوا المنع يا طار يا هذه الحالة أن لا تجي تجيبه بالطبيعة، أن لا تخسره في الدار ديالك، أن لا تبيعه، أن لا تاخذه. ما عدا في حالة الحصول على رخصة من قطاع المياه والغابات ومحافظة الصحراء. ومن أجل تمكين هواة مسابقة تهريب الطيور من مزاولة نشاطهم في إطار منظم وطبقا لمقتضيات قانون 29.05. هو هذا القانون ديال 29.05 راه هو اللي حاكمنا. وراه منه غادي تخرج المسطره اللي غادي تطبق علينا هنا كهواة او كمنخرطين في الجمعيات اللي كدير مسابقات ديال الطائر الحصون. هذا القانون متعلق بحمايه انواع النباتات والحيوانات المتوحشه ومراقبه الاتجار فيها ومرسوم تطبيقها. تم اعداد هذه المسطره التي تحدد شروط وكيفيه امساك هذا الطائر وحيازته دون التاثير على بقائه في الطائر. في وسط الطريق. دونك بيكون قرانا المسطره نقول شنو هو الهدف ديال هذا المسطره؟ هذا القانون اللي جابوا لنا غنفكروا عليه. اعطيك على حسب الهدف هو الحد من الاخطاء المهدده للحصون. لماذا؟ غير هذا القانون غادي يحمي الحصون. ثم انه يمكن هواة مسابقه تهريب الطيور من مزاوله نشاطهم في اطار منظم. بمعنى الان اذا بغينا نديروا المسابقه ديالنا خاصها تكون مؤطره بالقانون. فين هو هذا القانون؟ هي المسطره. وهذيك المسطره اللي جايه غنهجروا بان المرجعيه فيها. لاحظوا هنا ديباجه في البدايه ديال المسطره قلنا المرجع القانوني هو قانون 29.05 المتعلق بحمايه انواع النباتات والحيوانات المتوحشه ومراقبه الانتشار فيها ومرسوم تطبيقها. هذا القانون صدر 2011 قانون 29.05 يتعلق بحمايه انواع النباتات والحيوانات المتوحشه. هذا القانون مجموعه من المكونات انا حاولت نخصص الباب الاول ديالو في احلام عامه غادي تسال الباب الثاني لاحظوا مراقبه التجاره الدوليه بانواع النباتات والحيوانات المتوحشه. راه ما غيهمناش القانون كامل، غنجيبو غير اللي كيهمنا حنا كجمعيات اللي كدير المسابقات. الباب الثالث لاحظوا ان مراقبه التجاره على الصعيد الدولي في انواع النباتات والحيوانات المتوحشه ونقدر نديرها. الباب الرابع ادخال عينات انواع النباتات والحيوانات المتوحشه او اعاده توطينها في الوسط الطبيعي. الباب الخامس اختصاصات المصادر. ثم الباب السادس نعم مخالفات العقوبات. العقوبات اللي غادي تطبق علينا راه موجوده في القانون لا صافي. دونك هذا القانون 29.05 يتكون من 9 ارباع ومتطلعات 73 ماده. اللي خرج من قرار المجلس الثاني للمياه والغابات ومحاربة التصحر بخصوص افتتاح وانتهاء مطار القدس 2011-2012، ولاحظوا بأن دايرين كاع البال كذا ودايرين الحيوانات المحمية.
في ديال 2010 2011 ما كاينش طائر الحسون، لاحظوا زادوا حتى الاخر لارتيكل 8 زادوا. فبالتالي انا بناء على هذا القرار راه 2011 2012 ولينا حنا في مأزق، راه تما بدا التحركات ديال الجامعه. وطبعا هاد الاخوان ربما ما كانوش يشوفوا ولا كانوا يستهينوا بالمجهودات، وربي راه شاهد حنا غير كنشتغلوا، حنا ما خدامينش كنتخبطوا. والله العظيم كانوا واحد السته ديالنا راه معنا في ساعه الحق، لان كنشتغلوا بواحد جديه وواحد الكفاءه. وكاين الاخوان الاخرين اللي كانوا يشتغلوا كذلك، ربما ماشي مع الجامعه ولكن كانوا يشتغلوا حتى هما، كان عندهم واحد الدور مهم باش اننا خرجنا هذا المشكل اللي كتعاني منه الجمعيات، خرجناها ووضحناها للمياه والغابات. لان لولا هذا الضغط راه تروح لنا عزاب. لا سمح الله ماحش، غاش تبقى كيوفي. زيرو في الثالث ديال هذا القرار، حنا نشوفوا غير المرجعيات مين خرجوا، لان مين كنقولوا حنا في 2025 اذا مشينا للباب الثالث، مراقبه التجاره على الصعيد الوطني في انواع انواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض. هذا الفرع الأول لاحظوا فيه حيازة عينات حية من أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض لأغراض من شخصية. يعني هذا الفرع كيقول لك أودي إذا كان شي واحد باغي يدخل شي حيوان من الطبيعة لأغراض شخصية يقدر يقول أهلي بغينا التجارب ولا بحالنا حنا بغيتي تربيه الزينة. ها واحد المنفذ، لأن المياه والغابات راه خرجوا راه المسار راه منطقة من هذا القانون من هذا الباب الثالث الفرع الأول المادة 32. المادة 32 شنو كتقول؟ هذا بالنسبة اللي باغي هنا ديزاين ما ذكرت هنا. بالنسبة للفرع الثاني من هذا الباب أحكام تتعلق بأخذ عينات من النباتات والحيوانات المتوحشة والمضادة للانقراض والوسط الطبيعي لأغراض تجارية. هذا باللي عندهم المحال التجارية اللي باغي يبيع الطيور، وهذيك الطيور انها محميه اراه ما يمكنلوش الا ها القانون اللي كيخدم فيه. حنا خرجنا للصاله بناء على هذا اذا هاد الماده 22 هاي شنو 32 اللي بغا يرجع ليها غيعرف شنو فيه. الاولى اللي تم اشعار الجامعه المغربيه للطيور بها، هاي رسالته امين السيد الى السيد رئيس الجامعه المغربيه لعلم الطيور حول قانون امساك وحيازه طائر الحسون. التاريخ ديالها هو 27 يوليو 2015، مراسله رسميه لان جايه من عند المياه والغابات. اخبار بصدور مسطره النسخه النهائيه لديال امساك وحيازه 2015، حث الجامعه على تفعيل المحتوى ديالها. لان قالوا رئيس الجامعه في الفتره اودي كل الجمعيات ديالك هادو هاد القانون هنا خصنا نبداو فيه. ثم فتح باب صريح لحيازة طائر الحسون لفائدة أعضاء الجمعية قبل 31/2015. وبطبيعة الحال راه الجامعة تفاعلت مع هذه الرسالة، وكاين العديد من الجمعيات ومنهم الجمعية ديالي اللي كنتمي لها هي جمعية أصدقاء الطيور والبيئة بالمدينة في القصر الكبير، أننا كونا الملفات ديال الإخوان ديالنا ومشينا للمياه والغابات وحطينا قبل هذا التاريخ 31 وفقا للمسطرة. واش اللي حنا راكين بزاف اللي بيفعلوا، وكنا ننتظر على اساس ان الموسم ديال 2015/2016 سيكون موسما نمارس فيه الهوايه طبقا لمقتضيات القانون. بمعنى غيكون عندنا الطيور، عندنا الرخصه ديال الامساك اللي بغى يمشي يصيد يمشي، وعندنا الرخصه ديال الحيازه اي اللي بغى يحوز شي طائر باش يشارك به في المسابقات ديال الطيور عنده الحق. ولكن انا كنقولها لكم فاتت شهرين ثلاثة 2016 2017 2018 ولا رد، ما كاينش الرد. ماشي الجامعة اللي كانت متماطلة، وأنا كنقولها وليس دفاعا عن الجامعة وإنما للحق، أن لأن حتى حنا كنا ضحايا، حنا دفعنا وبقينا نستناو التصاريح وما جانا حتى شي تصريح، ما كيردوش عليه رغم أن القانون كيقول بأن لا تعطي امتحانا واحد شي مصلحة وما ردوش عليك ظرف 60 يوم تعتبر قانون. حنا كملنا في 2016 2017 بدينا كنديروا المسابقات ديالنا، علاش؟ لان كنا مطمئنين ان حنا رحنا دافعين القانون دافعين المسائل ديالنا. ولكن فاجأني واحد المره في مدينه شفشاون، ربما الاخوان ما عارفينها هذه الواقعه ديال شفشاون، ان حطينا حنا الطيور
عصبة الشمال وغنوقفوا علينا المندوب ديال المخابرات ومعاه الكاميون ديال المخازن وقال لهم صادروا الطيور هكا بهذه الكلمه قال لهم صادروا الطيور وقال لك يا اخوان ما يمكنش ما يمكنش وغير واحد السجان كذا سجان حراري علاش حنا كنا مطمئنين وقلنا له لا ما يمكنش لاننا حنا كنا نؤدي اتصل بالمصالح الاقليميه ديال العرايش واتصل ديال كذا واتصل كذا انت المسؤول وشوف واش حناش ما حاطينش الملفات ديالنا اذا دي فورا عندكم ماشي عندنا وبقينا بدون تصاريح بقينا هكا ورحنا لحد الان ما عندناش تصاريح ونتمناو بان هذه المسطره هذه وهذا العام هذا السين وفي يكون تكون شي دفعه قويه والاخوان كاملين يحصلوا على المزيد نكمل هذا غير بحال واحد لاكرونولوجي صغيره باش نمشيو في واش نعرف اذا غادي نبداو الماده الاولى اللي هي الاشخاص المعنيين بالاستدامه ميتارابيس انسان طائر الحسن شكون هما اللي عندهم الحق انهم يستافدوا من الرخص ديالاش ديال الانسان وديال الحياه لان انا تمشي تصيدو ويكون عندك في الدار ديالك وتشارك به بطريقه قانونيه اذا المسطره كتقول تسلم رخصة إمساك حيازة وحيازة إمساك وحيازة طائر الحصان للأشخاص التي تتوفر بهم شروط بمعنى راه ما يمكن لك تاخذ الحيازة والإمساك حتى تكون فيك واحد المجموعة ديال الشروط المسطرة دارت واحد ثلاثة هما الأولى الشرط الأول أن تكون منفردا لجمعية الثانوية جان عادي سبق أن وضعت الإلفاق الإداري لدى الجمعية السفينة 103 محرمات قد تصح تلاحظوا انا درت اللوغو ديال الجامعه المغربيه لعلم الطيور اللي هي الجامعه ديالنا ولكن كذلك تصحيحا للاخطاء الشائعه ان هذوك راهم كيشتغلوا غادي يجيبوا يخدموا غير ليهم ما كيخدموش مع الاخرين لاحظوا ان دارونا تحت لواء جامعه ما دارونش الالف واللام تحتاج لواء جامعه كذا ما سماوهاش قال لك غير تكون واحد لونتيتي شي جامعه يعني واحد جامعه عندها جمعيات كيديروا هذه ومشات لمية وغادت واحد الطبقه تستافد بمعنى كاع هاد المسطرة على المغاربة كاملين يكفي أن هذا اللي باغي يستافد يكون تابع لواحد الجامعة إكس ولا إكراك حنا ماشي شغلنا وهذيك الجامعة تكون قانونية بمعنى عندها تاهي وصل الإذاعة ديالها وأنها تدي الملف ديالها كامل ديالها وديال الجمعيات ديالها وتمشي تحطو في المياه والغابات حنا غادي نعرفو علاش لأن اون فوا غادي تبدا تعطيك الرخص راه خاصك تعرف شكون هاد الناس اللي كتعامل معاهم خاصك تعرف شكون هما هاد الجامعه شكون هاد الجمعيات اللي فيها وشكون هادوك المنخرطين في ديك الجمعيات اللي في الجامعه دونك الشرط الاول هو باين واضح الشرط الثاني ان يتوفر هاد المستفيد خصو يكون يتوفر على بطاقه الجمعيه التي ينتمي اليها وبطاقات الجامعه بمعنى الا ما كنتيش واحد الجمعيه راه ما عندكش الحق وإلا كنتي واحد الجمعية وديك الجمعية ما تابعاش الجامعة راه ما عنديش الحق ما غاديش الحق حتى شي حاجة دونك عندنا تكون منتمي منخرط في جمعية وديك الجمعية تكون قانونية ومنخرطة في جامعة وديك الجامعة تكون عندها الملف ديالها في المياه والغابات صافي الإخوان هذه وقيلة واضحة نزيد الشرط الثالث أن لا يكون يعني شكون هو هذا الذي يطلب الاستفادة من طرف الإنسان والحيازة أن لا يكون قد ارتكب مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الحيوانات البرية ومن كنقولوا مخالفة ما واش كاين تحديد ما كاينش تحديد بمعنى ما تقوليش لا وانا نخرج نصيد ماشي ما شدونيش في الصيادة شدوني كذا أي مخالفة لهذا القانون ديال 29.05 ماشي المسطرة المسطرة غادي تحصل ولكن هذه المخالفة لاحظوا اللي القوانين المتعلقة بحماية الحيوانات البرية ها هو أي فرو مثلا خرجتي مشيتي نتايا خرجتي شديتي واحد الطير شدو عندك واحد الطير وداك الطير محمي وداك الطير لا علاقة له بالمسابقات اللي كديرها أنا خرجت شديت حداد وجاي فرحان به كنقول عندي الإنسان وهذيك سيتي فرو هذاك خطأ وهذيك مخالفة وهذيك المخالفة غادي تخليك مونسيوني عند المياه والغابات بأنك أنت مخالف للقوانين فبالتالي إذا تقدمت بطلب الاستفادة من الإمساك أو بطلب الحيازة غيقول لك سمح لنا أنت ديجا أنت مخالف وما يعطيوش
بمعنى اللي غيتقدم خاص يكون عمره ما خالف القوانين ديال القوانين المتعلقه بحمايه الحيوانات البريه. صافي نزيدو ياك الاخوان رخصه حيازه طائر حسن. الحيازه بمعنى ان يكون عندك طائر ماشي واحد. نشوفوا العدد اللي مسموح به يكون عندك الصدار وعندك الحريه ديال انك تنقل بهم ويكون عندك الحريه انك تمشي وتشارك بهم في المسابقات اللي كنديروها. بمعنى ما تعرضش للمضايقه. يعني يقدر تكون انت غادي في الطوموبيل يقول لك واحد افتح الكفر ويجبر عندك المخ يقول لك هذا ممنوع. كتقول له لا انا عندي الرخصه ديال الحيازه. اذا للحصول على رخصه الحيازه يتعين على كل شخص تتوفر فيه شروط. على الشروط شحال قلنا؟ ثلاثه. هذيك اللي شناهم يكون عنده من خارج جمعيه وديك الجمعيه تابعه للجامعه وديك الجامعه عندها الملف ديالها وان لا يكون مخالفا للقوانين. اذا يتعين فيه الشروط على يرغب في الحصول على رخصه حيازه طائر الحصول لهدف المشاركه في المسابقات التغريب. ولاحظوا قد تلاحظوا بان دائما بهدف المشاركه في المسابقات التغريب. علاش؟ لان غادي يقول لك انا غادي ناخذ الرخصه ديال الانسان وغادي نمشي نبيعو شي حاجه. لا سيدي راه ما يمكنش. وغادي نشوفوا علاش وكيفاش غادي يديروا لنا سميتو الاجراءات ديال الضبط. غادي يضبطوك غادي تضبط. وطبيعه الحال اللي كنهضروا هذا راه ماشي بلا نخوفوا الناس من بعد. الحمايه ديال الانسان باش ما يرتكبش الاخطاء. لان اللي ترتكب الاخطاء واش غادي يبقى يزاوب؟ ما غاديش يزاوب لان القانون غادي يطبق عليه. وراه بزاف ديال الاخوان اللي حصلوا وكيقول لك انا ما كنتش عارف. باغي ما كنتش عارف خاصك تعرف. حيازه طيور الحصول بهذه المشاركه في مسابقه التغريب في هذا الطائر ان يقوم بما يلي. انت باغي يكون عندك الحيازه ديال الطيور. اولا يجب ترقيم الطيور التي توجد في حوزته باحساب تضعها الجامعه هنا في شارتي. انت تابع الله فيك بغيتي الطيور ديال الحصول راه خاصك تباغيهم. هذيك لا باغ منين جايه؟ ديال الجامعه خاصك تفهموا. علاش؟ لان الجامعه هي اللي ملتزمه بها المياه والغابات والجمعيات اللي تابعه الجامعه فمو راه حتى هي مسؤوله على دوك المنخرطين اللي في ديك الجامعه. بمعنى هذا شيء كيتحمل المسؤوليه تاع بعض اخر. دونك لي باغ ضروري بأحسن طبعا راه هنا مشاركتي. وهنا بطبيعة الحال أن راه الجامعة خاصها تخدم باش توفر سميتو لي باك القانونية لجميع الأشخاص اللي تتوفر فيهم الشروط. بمعنى راه الجامعة ما غاتبقاش تعطي لي باك غير هكا. والجامعة هي اللي غادي توفر لكل واحد. وهذا السجل باش يكون قانوني خاص يكون فيه. لأن كاين اللي يقول لك أنا نمشي نطبع عليك يقول أجا قاسلنا الجامعة. لا خاص يكون فيه الكاشي ديال الجمعيه ديال الجامعه والكاشي ديال المياه والغابات. علاش؟ لان غادي نشوفوا حنا ملي غتمشي دير الحيازه ديالك غيطلبوا لك جيب لنا فوتوكوبي ديال الروجيستر ديالك شوفنا دوك الطيور ديالهم شفتوا الاطراف. دونك خاص يكون فيه هذاك الروجيستر عجبني الطير ديالو وقال لك واخا ربما غيبيعوا لك ولكن حنا غادي نشوفوا بان اللي عشرة ممنوع نقولوا راه عطاه. دونك خاص تقول بان ذاك الطائر اللي راه عندي راه معلومات ديال المنخرط النيميرو دا كارت ناسيونال ديالو التصويره ديالو باش نقدروا نصوبوا له في البطاقه الجامعيه والطيور اللي عنده واللي باقي عنده. داك الاحصاء مهم بزاف باش تكون واحد لاباز تكومينيكيوها حنايا. غادي يكون الروجيست غادي يكون معطي من الجامعه السيري ديالو صافي ما تقدرش حتى تمشي تصوبو حتى يكون مختوم عند المياه والغابات. وهاد المعلومات هادو كاملين مهمين لشكون الدور ديال اللي كاين هنا مهم بزاف هو ديال رئيس الجمعيه. كل رئيس جمعيه خصو غادي يكون واحد الطابور غادي يعمر ديك المعلومات اللي غادي نهضرو عليهم من بعد ويعطيهم لنا اقرب وقت. حيت حنا المسطره راه مصوبه خصنا دابا باش نفعلوها خصنا هاد المعلومات هادو باش نكومونيكيو من المياه والغابات. شكرا سمع من تفضل كمل. خصو الاسكان رخصة حيازة طيور الحصول لفائدة الشخص المعني وفقا لنموذج جوج. النموذج جوج راه موفق كيقولوا وما عطينا الموديل كي كتمشي راه غادي تما يكتبوا لك ويطبعوا لك ويقول لك ها الرخصة ديالك توصل لك. ذاك الموديل يعني ماشي شي حاجة أخرى. كاين موديل واحد جاي مع النصاب. هذا النموذج واحد هو الترخيص لحيازة طيور الحصول وتبع النسخة من الترخيص إلى المدير التقديمي للمياه والغابات وحارة التصحر التي توجد بها مقر الجمعية.
هذا الموديل شو؟ هو هذا الموديل يتضمن بعدين الفصول، بمعنى هذا الموديل اللي راه عندكم انا خاصك تقراه حتى هو راه في واحد المجموعه ديال الفصول التي يجب عليها قال يجب على طالب الحيازه ان يلتزم بها، وحنا غادي نرجعوا لانها هي اللي مشداتك. قال لك هاش انت طالب الرخصه ديال الحيازه، هاش خصك هذا الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الرابع، سبعه بالتالي الى خالفتيهم باش انت ما تشكمش راه مكتوب تما وغادي نرجعوا لهم. هذه كل حاجه غنقراها غادي نقول لكم بان الفصل كذا هذا راه كاين ديال الحيازه او ديال الانسان. ثاني الرخص الامساك تحصلوا من الرخصه من هنا كيجاج غادي ندير هنا باش نمشي نصيد الطائر نحسو هنا غادي كاين شويه ديال المشاكل. اذا سمعوا مزيان، من اجل تفادي التاثير السلبي النصبي اعداد كبيره من الشباب في الوسط الطبيعي على الطيور بصفه عامه تصدر او تصدر رخصه واحده لامساك قيود لفائده مجموعه من اعضاء كل جمعيه حسب العدد الاجمالي المراد امساكهم على ان تكون باسم شخص واحد باقتراح من المجموعه او من الجمعيه وان لا يتعدى عدد الطيور التي يمكن امساكها في كل يوم صيد 30 طائرا. اخوانا الناس عندنا إذا حنا قلنا رخصة الإنسان والحيازة للجمعية شحال هذيك عندنا من رخصة؟ رخصة كل واحد بمعنى لاحظوا حنا عندنا واحد الجمعية عند واحد المجموعة ديال الأشخاص كيطلبوا باغيين يخرجوا يصيدوا باش ياخذوا الحق ديالهم نحسوا اللي مسموح الإدارة والمسطرة 10 لكل واحد جديد يطلب الرخصة وخمسة بالنسبة اللي سبق له طلب راه ما غاديش تكون لكل واحد رخصة الإمساك، بمعنى أن على كل جمعية أن تنتدب شخصا واحدا، بمعنى في الجمعية ديالكم دبروا راسكم، اختاروا واحد اللي غادي يخرج يصيد، اللي غادي تكون الرخصة بسميتو، مثلا أنا هو اللي غادي يخرج يصيد، والإخوان اللي باغيين يطيروا من الطبيعة خمسة، شحال مجموع ديالنا؟ حنا ستة، إذا حنا ستة غتكون عندنا رخصة واحدة باسم من؟ باسم الشخص المقترح من طرف الجمعية، سميتو المصالح ديال المياه والغابات من اللي صالح ما حددش الكريتير اللي غادي يكون يعني المعايير اللي خصو يكون هذا الشخص وإنما قالت لك باقتراح من المجموعة يعني دوك الخمسة هما اللي اقترحوا يقولوا حنا بغينا نديروا فلان وحنا ستة غير اختاروا حنا بغينا عثمان هو اللي يخرج السنة ياك واحد يخرج قالوا المهم غيوقع الاجماع على واحد انا اللي غنكون نصيد اذا الرخصه غادي تخرج باسمي ولكن شحال ديال الطيور اللي غادي نصيد غيعطيوني الحصه ديال هذا وهذا 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 يعني من غادي نخرج نصيد غادي نقدر نخرج نصيد انا وكذلك يقدروا يمشوا معايا اللي مسجلين معايا في صافي شحال عندي الحق نصيد كل خرجه 30 قال لك صيدني بغيتي على ان لا يتعدى 30 طائرا في كل يوم امساك مثلا القانون كيقول لك مثلا عندنا يوم امساك هو يوم الاحد نهار الاحد انا خرجت غادي نصيد لصالح فلان وفلان وفلان هذاك عنده في حقه 10 وهذاك عنده 10 وهذاك عنده 10 اعطينو رخصه 10 طالب 10 ولا طالب 10 ولا طالب 10 ولا طالب 10 وانا طالب 10 شحال المجموع هي 50 اذا هذاك اللي غادي يخرج يصيد راه ما عندوش الحق يفوت في ذاك النهار 30 بمعنى سيد 10 ويشوف كيفاش غادي يدير واش هذا ولا هذا ولا هذا او لا يصيد 15 او لا يصيد 30 المهم ما خاصوش يفوت الحصه اليوميه اللي هي 30 وبطبيعه الحال الحصه مسموح بها لان العدد ديال الافراد ديال الجمعيه الذين طلبوا الامساك اظن هذا النقطه ديك الساعة إذا كان شي غموض ولا في الشرح صافي سيدنا إذا رخصة إمساك واحدة لأعضاء جمعية طلبوا رخصة الإمساك إضافة إلى العمر المقترح لعملية الإمساك ما كانش الرخصة لكل وإنما لفرد واحد من الجمعية لصالح مجموعة الأفراد اللي طلبوا الإمساك وغادي تكون اسمية باسم الشخص علاش؟ لأن غادي نشعروا بأن إلا دار هذاك المخالفة شكون اللي غيتعاقب؟ واش هو ولا هذوك اللي معاه؟ حنا غادي نشوفوها.
إذا كنا 30 30 طائر خلال يوم يقدم طلب الإمساك من طرف رئيس الجمعية حل مدينة حيازة جهوية إلى 100 بابات ومحافظة الصحون التي تواجد فيها مقر الجمعية إما مباشرة عن طريق المديرية التحريرية 100 بابات حل حيازة حل ويجب أن يوفق الطالب الوثائق المبينة بعده وأن يتضمن البيانات والمعلومات الضرورية لإصدار هذه الرخصة لأن لو بغيتي تخرج تاخذ الحصول من الطبيعة شنو خصك دير؟ أسماء وعناوين الأعضاء الراغبين في الاستفادة من رخصة الإمساك وكل الأعضاء الذين يرغبون في الاستفادة من رخصة الإمساك والحصول فائدته بحيث يجب أن تبين المعلومات الخاصة بجميع القرون التي لا تزال توجد في حوزته وفي حوزة كل عضو وكذلك مآل تلك التي لم تعد في حوزته هي اللي هضرنا عليها أنت تقدم العام ديتي 10 وهذا العام العام راه يدي 5 نقول هذا أعطينا مدرسة بالليل لأن الدكتور كان عندي 2 شهر أعطينا الوثائق غادي نصور لك الوثائق كيفاش دايرة ثم هذا غادي واحد التلخيص صغير باش غادي نفهموه اسم وهوية الشخص الذي ستسمح به مهمة إمساك طيور بفائدة مجموعة من الأعضاء هذاك الشخص المقترح وهنا بطبيعة الحال هنا واش الجامعة ولا الجمعية ولا الإخوان بيناتهم هما اللي غيديروا الطريقة التنظيمية لاختيار الشخص اللي غيدير هذا العمل وخاصة تكون فيه واحد الإدريكة شكون هذا سيحرم جميع الأفراد اللي كانوا معاه غيحرمهم الرخصة لأن قلنا إحنا الرخصة راه واحدة والاسمية الاسم الشخص فبالتالي ارتكب الخطأ راه غيدي معاه هذوك الوالد غيحرمهم حتى هما علاش لأن هما المقترح انتوما اقترحتوه هو هذا المخالفة إذا انتوما انتخبتوه ياك هو خالف إذا تحملوا المسؤولية ديالكم الآن يجي مراد إمساك الطيور فيها وفترة القيام العالمية غادي نرجعو هنا راه المسألة ماشي عشوائية عندي الرخصة ديال الإمساك وغادي نخرج فوقاش ما بغيت لا سيدي راه خاصك دير الإشعار وغادي نشوفو هنا الإشعار كيفاش غادي يزيد ثم الوسائل والتقنيات التي سيتم استعمالها لإمساك الطيور يعني كي غادي دير تصيد غادي نشوفو حنا كذلك هذا القانون يوضح لنا الوسائل اللي غادي تستعمل نسخة من بطاقة الانتماء لجمعيات الزول سبق التغريد ثم لاحظوا نسخة من بطاقة الانتماء التي تضم جمعيات مزاولين مسابقة التغريد سبق وأن وضعت في الباب القطعة 100 وباب محافظة الصحور ثم الوثائق التي تثبت مآل الطيور التي تم إمساكها فيما سبق فيما قبل بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم أن استفادوا من هذه الرخصة شهادة بطارية هذا رجعوا لها الشهادة أو صريح بشارة مصدق عليه لموت الطائر مع الإداء الخاتمي وما يفيد نقل ملكيته إلى أحد أعضاء جمعية أخرى ثم الوثائق التي تثبت المشاركة على الأقل في مباراتين لتفريغ الطيور معترف بها من طرف الجامعة شتي دابا هذاك الشيء وفي التالي غادي نقول لك انت كتشارك في سميتو كتشارك في المسابقه ديال تغريد الحسون وباغي الطريق ديال الحسون عطينا ما يثبت بانك بالفعل شاركت في هذا الموسم في مسابقه ديال الطيور بمعنى هنا خاص الانسان اللي عنده الطير ديالو باش يشارك فيه خاصو يشارك بالفعل وخاصو ياخذ شهاده ديال المشاركه اذا فبالتالي ان الجمعيات غادي تكون مطالبه بان اي واحد شارك ماشي يعطيو له غير لافيش ديال الدار ديالو الناس اللي يعطيني شهاده المشاركه التاريخ ديالها كلشي لماذا لان الجامعه بدورها مطالبه بتقرير سنوي عن المسابقات اللي دازت ديال الجمعيات كامله علاش لان هكذا غيعرفوا فين هما الاشخاص اللي خداو الرخص وشاركوا وفين هما الاشخاص اللي خداو الرخص وداو الطيور وما بان لهم اقل لان المصطلح اللي قلنا قانون استثنائي اللي هو الجمعيات المخالفه للجمعيات اللي كدير المسابقه ديال الطيور الاخوه هنا واحد جمعت احد المسائل هنا باش غادي نسهل عليك اذا يقدم طلب الامساك من طرف رئيس الجمعيه مش نهار اذا المطلوب شنو الاسماء ديال العناوين ديال الاعضاء الراغبين في الاستفاده
من الاستفاده من الانسان. نسخه من السجلات، هذه النسخه ديال السجلات شنو كيقول؟ ترخيص الانسان، هذا النموذج الجوي ديال الانسان شنو كيقول؟ يتعين، يتعين كيقول يتعين يتوجه، بمعنى هنا الامر ما عندكش اختيار، ما عندكش اختيار، يتوجه على المرخص ان يمسك سجلا سجلا لحيازه الطيور التي توجد بحوزته وفقا للنموذج المعد مسبقا من طرف الجامعه ومؤشر عليه على جميع صفحاته. طب كاشف مؤشر عليه على صفحاته من طرف مصالح المياه وغابات الجامعه وتضمن فيه منها على الخصوص رقم خاتمي وتاريخ حيازته ومصدره ومراجع الوثائق التي تثبت ان الحصول على الطائر تم بطرق قانونيه وكذا المعلومات التي تمكن من تتبع حركه الطائر. هذاك الطائر اللي سجلتي انت وديتي له الحيازه اللي عنده الرقم ديال لاباك ديالو 0651 راه خاص يكون باقي عندك، وإلا ما بقاش عندك غادي تعطي لنا فين مشى باش يتبعوا الحركه ديالو. إلا كان مشى عند فلان بن فلان راه هذاك فلان بن فلان من غادي يجي يطلب دابا يقول انت راه عندك واحد الطير، انت ما انت كان عندك اربعه وواحد اخر بستي خمسه هو ديال اللي كان عند فلان ودرتي نقل الملكيه، ها هو جا من نقل الملكيه ديال الطائر اللي عنده لا ريفيرونس الدوخه. وتدون وتحين هذه المعلومات في السجل في اجل اقصى اسبوع من وقوع اي عمليه تتعلق بحركه الطائر، جميع المعلومات الخاصه بكل طائر. هنا اسم هويه الشخص الذي تسند، هذا الشخص المقترح من طرف الجمعيه باش يخرج الصيد، اسم لفائده الاعضاء ديال الجمعيه اللي طالبين اللي عندهم الرخصه ديال الانسان، خاص تكون بطاقه ديالي، بطاقه هويه. كلشي غير بطاقه ديال منخرط في الجمعيه، علاش؟ لان خصنا الاسم ديالك والرقم ديالك الوطني ديال البطاقه الوطنيه، علاش؟ لان في حاله المخالفه راه يتبع عقوبتها. ثم البطاقه ديال الانخراط، ثم لان في شروط اساسيه. الاناجيل مراد الانسان الطيور فيها وفتره العمليه وفتره قيام العمليه. اذا الترخيص ديال الإمساك، الفصل ثلاثة، هذا النموذج الجوج ديال الإمساك، شنو كيقول؟ كيقول لك يجب على المستفيد من هذه الرخصة، على المسؤول الإمساك، بتنسيق مع الجمعية وأعضائها الذين تسمى الطيور بفائدته، أنا فصلت هذه المسألة الخمسة ديال الناس، إخبار مدير تحليل المياه والغابات ومحاربة التصحر للمنطقة التي سيتم إمساك الطيور بها بمواعيد وأماكن إمساك الطيور بها على الأقل بخمسة أيام قبل القيام بالعمليه. انا غادي نصيد ناقه، عندي الحد هو يوم الامساك، يوم الامساك قانوني، لا هي الغلط عطاتني الرخصه قالوا لي ان نهار ديال الامساك هو نهار الحد، وحدوني من طلوع الشمس الى غروبها. اذا هذا النهار ديال الحد ما يمكنليش نخرج لهذا، وانما يجب ان يسبقه الاخبار بخمسه ايام، بمعنى يوم الاخبار فاش غادي يكون؟ يوم الاخبار خصو يكون يوم الاثنين. العمليه شنو هي صحيحه؟ وهنا كما قلنا احنا في الاخوان لاحظنا بان ما حسبناش الاخبار كيفاش خصو يكون، واش غادي نعيطوا في التليفون، واش غادي نسالوا ايميل، واش غادي نعيطوا في الواتساب، واش غادي نديروا كتابه، واش غادي نمشيو شخصيا، حنا بحال ذاك حنا قالوا يجب الاخبار، ولكن وسيله ديال الاخبار ما درناش حنا نسجلوا كملاحظه، والاخوان اللي طلعوا على المسار قالوا لك راه كاش كاش نديروا هذا الاخبار. صافي يا اخوان، هذه ما المقصود هذا ثم الوسائل والتقنيات التي سيتم استعمالها لإمساك الطيور، يعني انت خارج تصيد باش غادي تصيد. الفصل الثاني من النموذج الجوج، يسمح للمستفيد من هذه الرخصه باستعمال الشباك لإمساك الطيور حسن، ويمنع استعمال أي وسيلة غير ذلك قطعا، بمعنى أن باغي تسير شنو هي الوسيلة؟ هي الشبكة. أي شبكة؟ أش شبكة؟ هي الشبكة من الأرض الشبكة الأفقية، كنسموها الأفقية اللي كتطلع، لأن كاين الشبكة السماوية، هذيك الشبكة العمودية راه غالية
ثم اي وسيله اعمال ذلك من مواد لاصقه. المواد اللاصقه على شنا راه كاين عندنا مجموعه ديال الاشياء اللي ممنوعه، غنشوفوا الفصل وغادي نشوفوا هذا. للدور المواد اللاصقه المخدره سامه مركبه بكتيريا او فيروسيه او مستعمله على الاستعمال، اي وسيله من شانها تخدير او اغلاق او تسبب في موت الطيور دون الانسان او غيرها. شي قلنا ماشي غير الموت ديال السوق، تطور اخرى وغيرها من اي نوع من الكائنات البريه او الحاق الضرر بها، ويجب على المرخص له مراقبه الشبك وعدم الابتعاد عن مكانه. اخوان كانوا يمشيو يصيدوا كنمشيو سهله كنديو وسط ديال الفار او كنجي وكيصيد. ممنوع التعليم اللي شدوه كيصيد عندك الرخصه انت مرخص، ولكن الوسيله اللي كتستعملها غير مرخصه، راه بعدا انك مخالف. ثم انك دير الشباك الافقيه، الشباك العمودي، الشباك العمودي حتى هي مرفوضه. هذيك السماويه علاش؟ لان ما غاديش تشد لك غير طائر الحصون، غاتشد لك طائر جاي غاتشد، بينما طائر بين الشباك الافقي انت كتختار، انت كتشوف وكتشبه، بمعنى انك كتنتقي الطيور اللي انت باغي. يقدر يحصل مع الحصون شي طائر اخر غادي يطلق الصراحه ديالك، ولكن الشباك العمودي هذاك راه الشباك الاخر. ثم السنبل، السنبل كوسيله حق الكور ديالو باش يشدو بكتيريا منه، لان قانون كيقول لك راه خاصك ديال باش اما الطائر اللي غادي تشدو راه غيكون هنا غير الطائر اللي جبتي، وهذيك الطائر اللي جبتي ديك الوقت ملي جبتيها غير الرقصه ديالها كي درتي شديتيها في الطبيعه. دونك عندنا الشتاء زدنا تما بعض الوسائل يمكن كاين اللي كيدير لاكاجا تراب، لا تراب ترابا كيما يقول ياك ترابا كذا تخاف، هذه كذا تخاف حتى هي من الوسائل. انا غير شفتها في حتى ذات الماء، علاش؟ لان كنعرف بان كاين بزاف الدراري اللي كيمشي كيحط على كذا تخاف، هذه حتى هي ممنوعة. دونك عندنا الشباك، الشباك الافقي هي كاين اللي كيمشي يصيد وكيدير شي مادة، ربما كيقول لك واحد ما عندكش كيدير هذا المادة المخدرة ولا هذا، كاين اللي يمشي يصيد ويدير يشوف شي شجرة ويدير تحت منها الكبريت، الكبريت راه كيدوخ الطيور، يقول لك راه كيبيتو هنا نمشي نشدو ندير هذا، هذيك يعتبر مخالف. رجع الوسائل التقنيه اللي قلنا نسخه من بطاقات الامتلاء الجمعيه، حنا عرفناها نسخه من بطاقات الامتلاء الجمعيه. الان الوثائق التي تثبت مآل الطيور التي تم انساقها فيما سبق بالنسبه للاشخاص الذين سبق لهم ان استفادوا، كانوا عندك الطيور اسيدي غنقول لك اخويا هذوك الطيور فين مشاو؟ المآل ديال الطيور تقدر اسيدي انت يكونوا ضعاف الطيور ياك. عندنا حالات وفاة، انا عندي الحالة الأولى لاحظوا عندي الطيورات ماتوا لي، انا كانوا عندي 10 ماتوا لي 5، شنو خصني ندير؟ ضرورة الإبدال بالخواتيم ديال الطيور النافذة، ماتوا لي 5 غنحيد لهم دوك لي باك ديالهم لأن راه مسجلين عندي في السجن، وغندير لهم في واحد الليكا وغادي نخليهم باش منين نمشي نطلب الرخصه ديال حيازه او امساك طيور اخرى غيقول لي دوك الخمسه اللي كانوا فين مشاو، غتكون الباك ديالهم ماتوري، والدليل ها هما لي باك ديالهم خاصك ضروري تدير. اذا هذه الحاله الاولى انك ادلاء بادلاء بالسميتو او بتصريح بالوفاه، صرح بان انا موقع اسفاله فلان من فلان اللي تابع الجمعيه الفلانيه، نحن غادي ندير واحد النموذج ديال 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 هاد التصاريح، وربما خاصها تكون موحده باش ما يبقاش وحدها، باش تكون عند جميع الجمعيات، والاخوان اللي ضاعوا شي طائر غيمشي للجمعيه ديالو غتعطيه النموذج وغيدير لك تصريح، يعني انا موقع اسفاله فلان فلان انا اصرح بالشرف بان الطيور اللي كانت عندي رقم كذا وكذا وكذا رقم كذا وكذا انها توفات، ولاثبات ذلك انا اذلي بالخواتيم ديالها، ها هي رفقاتها ضربي انا تحطها من تجي تطلب الطلب غادي يقول لك اخويا عطيني هذا تقول لهم ها مريضك وهذا التصريح ديالي. هذه الحاله الاولى قلنا حاله ديال الوفاه. الحاله الثانيه الحاله ديال انتقال الملكيه، يمكن قانون شنو كيقول؟ يمكن نقل ملكيه الطيور عن طريق الاهداء او التبادل في حدود 4 طيور في السنه لكل عضو، ولا يمكن بيعها على اعتبار ان ذلك ممنوع. نقل الملكيه بمعنى انا بواحد الجمعيه هنا عندي غير 4 ديال الطيور، وكنا في واحد الكونكور ولا وعجبني واحد الطير عند شي واحد وتفاهمت معاه وقلت له اخويا داك الطير عجبني وكذا، ما نقولوش بيع لان البيع ممنوع،
عم عطاك هنا راه راه ضربي طلع الحاج عاد طلع عنده عزيز الثمن هادي. ولكن هذا غادي نسموه حنا نقل الملكيه، بمعنى ملكيه ذاك الطائر ديك اللي راه ديك لاباك ديال 30 حنا مثلا كانت عند فلان وغادي تولي عندي. دونك هاد الحاله هذا قتلوا واحد وانا زاد عندي واحد، لان هذاك من غيمشي يقول له فيه الدار ديالو غيقول له انا راني عطيتو لفلان، غيقول له اعطيني اعطيني ما يثبت، غيجبد شهاده نقل الملكيه غتكون عند فلان اللي عطاه واللي استقبل، بمعنى انت عندك ناقص واحد انت عندك موان زان وانا عندي بلوس ان. انا كانوا عندي كانوا عندي غير خمسه ولا عندي سته، وهذا كانوا عنده سته ولا عنده غير خمسه، اعطينا الاثبات. انا غادي نثبت بان الطير اللي كان عندي انتقل عند فلان، وانا وانا اللي شديته غادي نقول بان الطير هاد الطير اللي راه عندي اللي زاد في الحساب ديالي وجبته في السجن راه قانوني غنجبدو عند فلان. وفي نقل الملكيه على الطائرين ان يكون قانونيا، بمعنى انا ما يمكنش نمشي نتبادل مع شي واحد ندير نقل الملكيه لواحد الطائر غير قانوني. واحد عنده واحد الطائر ما باغي ما والو ما مسجل ما عندوش لا ما عارفش الاصل ديالو وغادي نجيبو ندخلو عليه، ما يمكنش. فهمنا؟ اذا حنا في هذه الحاله قلنا نديرو تصريح ديال نقل الملكيه. ملي كنقول ضايع الطوطو بمعنى الطائر مشى وما عندي ما يثبت اذا كان ما قرا لي غلط. عقلت شي واحد هاي شهاده التصريح ولكن ما كنهربو عليه، مشى عند لاباز. او انني طار ملي كنقولو طار راه مشى عند لاباز، ملي كنقولو سرقوه لي راه تشفر راه مشى وداروا تشمش ولا كنت داري تولع به غفلت طيروه. هاي تسمى هاي تسمى هادي تسمى عليك، لان من غادي تمشي تطلب طلب ديال الحيازه غيقولوا لها ديال الامساك غيقول لك داك الطار اللي كان عندك فين مشى، مشى تقول له ضاع عليك مشى تقول له لا. هاد الحالة لأن قلنا هاد الحالة غادي لي بار ما كايناش، إذا شنو غادي نطلبوا مني غادي يكون عندنا غيكون عندنا ديسويفون ما فيش. اذا اللي يكون اربعه موقف هنا انت عندك واحد الطيور ماشي غادي تكون عندك 10 وتقول هذوك العشره كاملين اللي كانوا عندي راني عطيتهم لواحد اخر كلهم ركبت لهم الملكيه لواحد اخر، ما يمكنش. اربع طيور في السنه لكل عمر انت عندك لي شونج ديال اربعه اربعه عندك سته طيور واحد الربعه اللي بغيتي تبدل مع هذا وتبدلتي مع هذا وعطيتي لهذا كلهم اربعه في العام ما تفوتوش. أوقات الإمساك، الأوقات ديال الإمساك، مصير الإمساك في مجموعة الكرة الوطنية في الحدود ثلاثة أشهر، مزيان لأن قبل كانت غير 8 أسابيع، كانت قبل 8 أسابيع من هذا الموضوع، الآن عندنا 3 أشهر، ولكن غادي نشوفوا بأن التحديد ما كاينش في 3 أشهر، لأن اللجنة العلمية لأن هي مختصة ديال النيابات هي اللي غادي تحدد، ولكن احنا بحكم اننا كنتعاملوا مع طارق الحسون وكنعرفوا الدراري فاش كيخرجوا هي بقيت ملي كيخرجوا الكره وبداو كيطيروا وكذا وكذا راه شهر تقريبا باين عندنا شهر ثاني شهر خمسه سته من الربع اذا في حدود ثلاث اشهر من كل سنه بناء على اقتراحات الجامعه والمختصين لي سيونتيفيك مابقاش العشوائي. هنا حتى غتقول بغينا نصيدو في شهر 8 لان غيكون كذا يكون تسميتو الطيور الاخرى كلهم سكتوا وانا يعجبني غيراعي المصلحه ديال طائر الحصون في الطبيعه. اذا شافوا بان المقترح ديالي لا يضر بطائر الحصون غيقول لك مرحبا، شافوا شي حاجه ما تتماشاش معاه غيقول لك اسمح لنا. حنا غادي نشوفوا بان الفتره ديال الامساك خاصها تكون من الى من التحديد الجامعه تقترح، ولكن اللي غادي يعطي الاوكي هي والذي ياخذ بعين الاعتبار الخصوصيات البيولوجيه لهذا النوع من الطيور بحيث سيساهم هذا الجار في المحافظه على الطائر وفي تسهيل عمليه المراقبه. هي الغابات ديالنا اللي دار كل شيء. حنا قلنا ربما الموسم ديال الامساك غيكون هذا غيكون الوطن ديال يوليو يوليو واغشت هذا هو الموسم، ولكن راه ماشي مؤكد. على الطيور التي يسمح سيسمح بإمساكها يبلغ العدد الأقصى للطيور السماعية بإمساكها 10 لكل عضو من طلبة
يطلب رخصة الإمساك لأول مرة، وخمسة لكل عضو سبق له أن استفاد من رخصة الإمساك. إذن عندنا جوج ديال الناس، عندنا هذا العضو، لاحظ عندنا عضو طلب رخصة الإمساك لأول مرة. أنا أول مرة كنتقدم بها وغابت فيعطوني 10 باش نشد 10. أنا سبق لي طلبت غير يعطوني في حدود 5، وراه مشيت ضروري 5 لأنني في البداية كنت 10، ودوك 10 باقيين عندي وراه ما عطاوش. هذوك 10 قالوا لي بغيت 8، غير يعطوني في حدود اللي ما يتعداش 5 أو أقل. رخص الإمساك، رخص الإمساك علاش لتفادي تأثير السداد؟ قلنا رخصة واحدة، رخصة إمساك واحدة لهذه المجموعة ديال الأعضاء الذين طلبوا رخصة الإمساك والعضو المقترح. هنا كان البحث في البداية، ولكن التنبيه غادي يقول علاش، لأن القانون في واحد البن ديال في الفصل، واحد الفصل ديال ترخيص الإمساك يعد هذا الترخيص صالحا ويمكن للقطاع، يعني من الى لقطاع اليوم الغابات ومحاربه السحور ان تلغيه او تسحبه. اذا ديك الرخصه اللي عندك راه ماشي دائمه، راه يمكن في وسط العام يحيدوها لك او تلغيه او تسحبه في اي وقت من المستفيد اذا تبين عدم احترام المستفيد لمقتضيات الظاهرين والمنصوص والقرار وكذا الشروط الوارده في هذه الرخصه. علاش قلت لكم انا قراوه فهي نموذج جوج راه فيه 7 ديال البنود وخاصك تلتزم بهم، لان اللي غادي يجي رقمك غير رقم على حساب داكشي انت عندك الامساك اخويا هما قريتي هذا مين غادي يجي على الحيازه راه عندك تما عاوده واحد المجموعه ديال البنود خاصك تقرا. وكان الشروط والاجراءات ويعتبر سحب الرخصه من المستفيد كما لو تم سحب الرخصه من جميع اعضاء المستفيدين من رخصه الامساك الدور اللي فاتت. انا قلت المقترح ارتكبت مخالفه المهم غادي تعطوني ديك الرخصه او ميم طون تاع حنا ما عارفينش لان قانون كاين هنا خصنا نسولو باش ما نوقعوش في الخطا. علاش؟ لان راه لا يعذر احد بجهله القانون. هنا لان فلذلك الاخوان انا كنقول لكم داخل جمعياتكم راه تكون غادي تختاروا المكلف او المقترح الانسان، عارفين تختاروا المسؤولين كل واحد ثم نشوفوا المعايير وكذا. بما ان الجامعه ولا الميه ولا تما ربطنا الكره قال لك الجمعيه او الاعضاء ربطت الكره، ولكن ثم خصكم ديروا لي كريتير يعني المعايير التي يجب ان تشوفوها في هذا الشخص. حنا ما كرهناش هذه المعايير نعلموها بما ان باش ما تبقاش عشوائيه، حنا ما كرهناش، ولكن بما ان القانون كيقول لك اودي هذا امر متروك للجمعيات وللاعضاء. سي واحد النقطه في هذا الباب، هذا بالنسبه لهذا الانسان اللي غادي يمشي مثلا للنسيه، راه رئيس الجامعه دار الجمعيه مثلا الا كان مثلا الى حد ما ما تيقش مثلا ولا دوك الناس ممكن يخرجوا معاه ثلاثه ديال الناس، دونك يتحمل المسؤوليه بثلاثه ولا باربعه، وكاينه سوليسيون اللي هي ساهله. دونك راه خرجوا جمعيه لا الخوف لا الشبكه غتكون واحده، الشبكه واحده حيث مثلا بلاد، ولكن حنا فاش نخرجوا كيخرجوا الناس باش كيديروها. لا ولكن انا كيجي انا خدمت الرخصه ولكن انا ما كنخرجش لا تخرج الى مدير رئيس الجمعيه تحمل فوضت انا راه بحال اللي كتفوضوا كتقول له حقي انت اللي غتتصرف فيه. انا راه حمل المسؤوليه، انا راه تيحمل لك المسؤوليه، راه حمل المسؤوليه ديال الاختيار. هذا هي اللي قال السيد صالح، راه بحال المنتخبين انت خدتي شي مسؤول فاسد وجيت تشكي تحمل المسؤوليه. الله يجزيك بخير، انت اللي درتي صوتي عليه سير تحمل المسؤوليه. سي عزيز الرخصه التي تمنح للصياد يكون معلوم بالسلطات المحليه وكذلك المياه والغابات. اذا لو بوان دو روبير اللي غيكون يصيد فيه غيكون مراقب، اذا هناك لجنه. لا بطبيعه الحال، ولكن شوف راه المخالف للقانون كيدبر على الظروف اللي يمكن يدير فيها المخالفه، ولكن اذا تضبط حنا قلنا غير هذه المساله ديال الحرمه ديال الرخصه هي الاختيار. الاخوان غيكملوا بعدا وغادي يفتحوا راه ما بقيتش بزاف هذا واحد على انه كارطه حمراء كل شيء انه كارطه حمراء لان كيحملوا المسؤوليه ديال الاختيار. السنه الجايه لان ذاك العام الجاي راه تقدر ترجع لك ترجع لكم. ترخيص التعليم على المستفيدين من امساك الطيور، وضع كتاب
على كل طائرة وفق المعايير المحددة من طرف الجميع التي تمت لها في أجل الأقصى أسبوع من ثلاث حساب خاصك تباقي؟ أجل ديال السيناريو ديال الأسبوع هنا عمر واحد شوية ديال الوقت الساعة 12 وأن يقوموا بتضمين جميع المعلومات طيور في السجن هذا معروف النقطة ديال تعد هذه الرخصة ديال الإنسان صالحة لإنسان طيور الحسوني فإذا أعضاء مشاركين أعلم ولا يمكن اعتبارها رخصة لحيازة هذه الطيور أعطاوك ديال الإنسان أرام يدخلوا تصيد راه ماشي معناها عندك الحق انك ديهم الدار وديهم تمشي تشارك فيهم لا غتصيدهم وتطلب الرخصه ديال الحيازه ديالهم لان حنا قلنا مسطره الامساك هو الحيازه تمشي دير لا ديفونسيون ديالهم في الطبيعه وتجيبهم صريح لان التقيت هادو الطيور صالحين وغادي تمشي للميول غادي تطلب لهم انا التقيت سبعه ديال الطيور عجبوني صافي درت لهم لي بار وقليتهم هنا وهادو سبعه ديال الطيور غادي نولي نطلب الرخصه ديال الحيازه باش يولي الطير ليكا بالسودا صافي سميتها يجب الإهداف هذه الرخصة للأعوان والشرطة المكلفة تكتب لي إياها فاش كتعوج باش كتبغي الدور عند الطلبة الدائمة عرفتي فين؟ صافي هاتشوفي كيبيعوا دوك تقوم المديرية الجهوية للبنية والمبادرة المحررة للتصحر بإعداد خلال سنة حول عدد الطيور التي تم إمساكها وحيازتها من طرف أعضاء الجمعيات الذي يوجد مقرها داخل نفوذها ويرسل الى المديريه مديريه محاربه التصحر والمحافظه على الطبيعه قصد دراسته والتخطيط لعدد الطيور التي يسمح بامساكها خلال الموسم الكامل كما قلنا مسطره قالت لك 10 اللي جديد وخمسه اللي كان عندهم ولكن الى اجتمع المديريه مع الناس الاختصاصيين ديالها وشافوا بان واحد الموسم كان واحد العدد كبير ديال الطيور ولان الطيور خارجه بزاف وصيدوا بزاف تقدر تخلص بمعنى هذا العدد راه ماشي ثابت وانما يطرح يمكن اذا قلنا قصد دراسته والتخطيط لعدد الطيور التي سيسمح بمسافه خلال الموسم المقبل هذه الاخيره مراحل التنزيل مراحل التنزيل ديال المسطره التصحيح ديال الوضعيه ديال الطيور اللي في الحوزه ديال الاخوان هي المرحله الاولى دعوه اعضاء الجمعيات الى ترقيم الطيور التي توجد في حوزتهم هذه الطيور اللي عندك خاصك تسجلهم ديبارك ديال المنتج المرحله الثانيه دعوه الجمعيه الى اصدار نسخ من سجل هذا السجل هذا باش تسجل فيه الطيور اللي عندك على ان يتم تسجيل جميع الطيور بهذه السجلات المرحله الثالثه اصدار تراخيص لحيازه الحيازه للاعضاء الذين توجد في حوزتهم اعداد من الطيور انتم عندكم الطيور ديالكم الحوزه ديالكم وغادي تقدم وتسجلهم وغادي تطلب الرخصه ثم في المرحله الاخيره اصدار تراخيص امساك هذا العدد الضروري لاستيفاء العدد المسموح كانوا عندك ربعه غاتكمل باش تولي 10 كان عندك خمسه غاتكمل باش تولي 10 الا كنتي اول مره غادي وشكرا ونتمنى انني نكون لان عيد من جميل ولكن فوقت شكرا لكم ونبدا المناقشه لتفتح وراه كاين بزاف الاخوان اللي غادي يعلموا النقاش لان كما قلت لكم هذه غير قراءه واجتهاد ديالي انا وواحد المجموعه ديال الاخوان وجبناه باش نديروا هكا ارضيه للنقاش لان هذه القراءه اللي قلتها ماشي هي القراءه النهائيه المادة الثانية هي أنك لابد دير تريون باش تنتج منهم هضرت غير على الناس اللي هما تيشاركوا في الممرضات تيمشيو يجيبوا الطبيعة ولكن ما هضرتش على المنتجين كينجو طيور في القفص عندهم طيور شنو غادي يمكن يديروا بهم أو حتى إلى جبتي جوج ديال الطيور من هذا ولكن الرخصة ديال 10 ديال الطيور وجبتي جوج ديال الطويرات واحد اليوم عندك دار ولدو لك شحال تيبان لك ولدو وشحال تمشي تقيدو بالحال
ما شفت ندير بهم. المهم وهذه القضيه ديال شكون اللي مسؤول في القتال ديال الصين بالمنين تبص من هذاك اللي انت قريتيه بالمنين تبين بان اللي مسؤول هو هذاك السيد اللي غادي يمشي يصيد اللي عنده الرخصه ديال الانسان. الاخرين اللي كيكونوا معاه تيتحيد لهم الرخصه ديك السنه كون كانت غادي يكونوا مسؤولين غتحيد لهم دائما. هذا هو ضمن نقص من هذا وشكرا سي محمد. الله يحفظك سي محمد. كلمه للاخ عيان تقول له خمسه ونجاوب. وهذه راه اشاره هي اللي تنبغي
راه خصو هذه النقطه حاولوا الاخوان المسؤولين تصبتوا ليها الامعان. راه المؤسسه ديال الدوله ماشي مواليه بحالنا، راه عندها العاطفه وتتعامل مع الله، ما عندوش حتى شي، وعندهم القوانين. اذا ملي غتاخذ تحمل المسؤوليه ديال الاختيار لاي شي صيادلي، عرف شنو كتختار، والا غيسبب لك مشكل اللي يقدر يقضي على هذا ديال هذاك التقرير السنوي اللي غادي يقضي المديريه الجهويه. ماشي عبثا، راه غيكون عندو علاقه بعدد الطيور، غيكون عندها علاقه بالمخالفات. اذا بالتالي فلابد ان يكون تبع. الشيء الثاني مميز اللي كيبين ان النسبه تسهلات مقارنه ب 2015، 2015 كانت الطريقه الملفات على المستوى المركزي، لانهم كانوا كاتبينها ان المدير ديال النيوغات هو اللي كان كيترخص الان ولا الجهوي. اذا هبطنا شويه من ديك التمركز هذا الى جهه اخرى. وشكرا على التخدير الى قطر السي سي شكرا لك سي سي. شكرا لك سي سي. سي سي كنطرح السؤال حول سي رئيس علاش؟ اخوان اليوم الحمد لله شفنا المسار اللي كيمسك الحيازه، هذا واحد هدف كنا حاطينه شحال هذه، وملي قلت لي الولايه مع السي عبد الحق كنا غادي نشتغلوا في الموضوع هذا، والحمد لله كانوا لقاءات مع الغابات وكانوا لقاءات مديرين جهويين، وكنا التقينا مع السي مصطفى والسي علي في مصر، التقينا في فرنسا وحينا الكونتاكت التواصل باش نوصلوا. الهدف ديالنا اللي كان اولي هو مسار كيمسكوا الحيازات، كان سنين اللي كنخدمش في الشعب عليها، والحمد لله اليوم وصلنا منها الفائدات، وخا التصوير ديالها هي غادي نبداو فيه دابا بين سي محمود العزيز اللي غادي يشرح لكم كيفاش غادي نديرو، وكل رئيس جمعيه شنو الدور ديالو باش نجمع المعلومات باش نطلبوا ديك الحيازه من بعد ندوزو للامساك. كاين جوج مشاريع اخرين مهمين، حنا عندنا في التجربه اللي شفنا ان كاين الاخوان بزاف اللي كيديروا سكراتور ديال الحلول، وسكراتور ديال الحلول واحد من الحلول اللي كاينه باش نحافظوا على هاد الطائرة هادا، وتبارك الله كل مدينه كل جهه تتلقى الناس تتمنوا ولاو تيديروا هاد السكراتور بالعمليات بروفيسيونيل كنديرو احترافية. وهذا العمل هذا جا ما جاش على سنة، جا على سنين، حيت العمل هو متخصص ثاني ثلاث مواد مع النيوغات. هضرنا في هذا الموضوع هذا، شنو قلنا؟ قلنا أولا ناخذوا مسار تمسكوا الحيازة نخدموا بها، من بعد كاين مشروع اللي كاين الفريق راكين ساعات إلى واحد من الفريق كاين يقول لك نزلوا اللي غادي نديروا مسارات ديال التكابر، وهذه مسارات وحدة مشروع الحمد لله عندنا أرضية دابا، على تجربة الإخوان ذوي الاختصاص كما تنهضر ديما، ذوي الاختصاص هما اللي غيكونوا في هاد المشروع هذا، ما يجيش واحد اللي ما تيديرش التكاتر وغادي يمشي. كذلك عندنا مشروع ثاني مهم بزاف في موضوع الساعة اللي ديجا السي ذوي الساعة الشهر الشغالي عليه، هو ديال بيك كروشي، ريزو بوليداسيون ديال الحيازة بيك كروشي، اللي ديجا عندنا جوج جمعيات جوج جمعيات من كازا اللي موجودين، وغادي يزيدوا جوج أخرين اللي غادي نبداو المشروع ديال الكروشي في المغرب لأول مرة في المغرب، وهذا واحد العمل اللي غادي يكون ممتاز إن شاء الله، وغادي يعطي الصدى ديالو باش نقدموا هذا النشاط هو ديال الكروشي اللي تا هو راه شفتو شحال من واحد مشاور ديالو اللي شكل. لهذا شو مرحلة مرحلة، ما نقدرش من هذه لهذه، دونك حنا تنجتهدوا علينا اليوم هذا اللقاء هذا باش هاد السؤال ديالكم نستافدوا منه. باش اي سؤال كان لا تنشدو في قيلو سي عزي باش في المرحله المقبله نقدروا نطرحوه كحل من الحلول اللي غادي يزيد يحسن هذا المسار. هذا الشيء العمل كامل في
صالح الدهاوي ماشي صالح الاشخاص باش يكونوا يداروا كلشي يخدموا هذا الاستراتيجي. كاينين الناس اللي باقيين في هذه الجامعه وكاين الناس اللي باقيين في الجامعه كنخدموا في هذا الاستراتيجي وتنشكرهم على هذا العمل هذا. وهذا العمل هذا هو العمل اللي نقول بنا اللي غادي يعطي الفائده لهذا المغرب. شكرا. كاين شي سؤال اخر؟ بالنسبه للسي سي 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 هما المواليع المجميات هما الجامعة السي هذا الصابوجي داخل من تكاسو اليوم ناخذ بعدا القانون الاول للانساب والحيازه ومن بعد غادي ندوزو التكاسو الصابوجي هذا اللي اون مع البيكوشي غير الناس اللي كيسولوا على البيكوشي باش ما نقولوش لكم مع الناس انه غلس الى ان بروجي ديال 4 ديال لي زيرفور اللي جي بينا 4 ديال لي كرون زيرفور اللي ديجا هما ما خدامينش يعني ب هذا ما كيعنيش ان اي واحد يقدر يدفع بزوج يقدر يدفع الكونتراكسيون ديالو ويدير الغابات ويقدر ياخذ يعني من عندهم لاكونبانيون غير باش يكون اموري. دونك هذا واحد التدخل غير باش نبينو في وسط النصارى لا ديال التقاطو ولا ديال البروجي وشكرا. اظن ان السي سي الوالدي والسي سعيد راهم جاوبوا على الاخ سعيد ما يتعلق بتزاوج ولا انتاج الطائر حسون وكذلك على الاخ هشام اللي كان طرح هذا السؤال على الديمونيا. حنا قلنا حاليا الجامعه او الجمعيه المغربيه لتدريب مسابقه الطيور حصلت على مسطره لحيازه وانتاج الطائر حسون لقيام قيام هذا النشاط فقط. اما تقول لي غادي نديرو في فوريا ولا لان اللي يديرو في فوريا غادي يكون لي مخالف نيجاتيف. واش كتشارك انت في المباريات؟ لا شك. اما هذا الموضوع اخر. لا بغيت تشارك واش كيما هذا المشروع كما قال لكم السيد الرئيس هذا خصو مسطره اخرى يعني انتاج طائر الحسون خصو مسطره اخرى بحال درنا هنا مسطره يعني ديال بروسيدور مجموعه من الاجراءات يعني انتاج وعيازه طائر الحسون وغادي تخرج مسطره القانون نبذ الانساب والحيازه ان شاء الله غادي نديروا الهوايه ديالو راه تكون مرفوعه. السي محمد جبد الدوسي ديال الشاور راه كنسكتو تجمع تشوفوا حالك اللي كانت ولكن الحمد لله دافعنا عليها بشرف ومن ديك المرحله هذيك وحنا تنحاربوا وتنشتغلوا مع الاخوان ديال المياه والغابات حتى وصلنا لهذه النتيجه. هذه النتيجه راه ما جاتش عادت جات بالتفاح والانسان تيشتغل باش يوصل داك ما تدخلوش حنايا فيسبوك حنايا مؤسسه ما تدخلش في فيسبوك غير باش تولد ما كاينش. علاش تنقولوا حنايا غادي نجيبوا شي حل اللي واجدين عندكم شنو جيبنا الامساك والحيازه هايله فتنه
غادي يدور لي ورد كما كانش غادي يدور لي ورد كيكون عندنا بيحتاج لهذا اي حاجه غادي تخرج بها الجامعه انها مضمونه والحمد لله ملي غنديرو هاد القوانين اللي جايين مجموع المعلومات كاملين اللي كاين في التجهيز الكامل ومداوروا في الحيازه ديال الاخوان ومداوروا الشيخ علينا غادي يكون في الشهر غادي يكون وصلنا للنتيجه ومداوروا الاستعاده الرياضيه حتى المقطع ديال المشروع ديالو في 100 مبالغ باش يكون تكافؤ وغادي يشتغلوا عليه ان شاء الله وغادي يتجمعوا مع الاخوان القريب باش نزيدوا منه سيدو هي كذلك الشغل باش نكونوا عاد ديزيرفور بروفيسيونيل اللي يكونوا في البيكروشي هادشي كلشي راه هادو اهداف حققناهم وحنا فخورين بهذا الانجاز ديالك ما كنتوش عيبهم علاش كان واحد العمل وكان تطوعي ما كانش عمل شي واحد شارك لا تطوعي وهادشي كامل صالح لهذا المغرب شكرا في سؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تشكر الناس اللي ساهموا في النجاح لقاء التواصل اليه جات فرصه صراحه باش نتشابهوا ونتقاسموا الافكار والقرارات. سميت عماد جمال الدين عايش لقاء التنزيل الطيور والسلامه كان ديجا تحضر السؤال داخل المجموعه والحمد لله جات فرصه باش نتشابهوا ونتعاد المهم الاشكاليه ديال بعض الصور ما تنساش بان بغينا نحلو مع الهسوم بغينا نحلو مع الهسوم انا بالنسبه ليا مع الهسوم مقاعد التراب ديال البلاد خصها تكون هذه لا مناقشو بها ولكن اذا نقولوا بان انت غرام ديال القانون اللي بيتوصل به حاليا لان كل موضوع غيكون خارج داخل الشهريه غيكون حتى لعبات وحتى غرامين غتكون هي ما كايناش فهمتي وكاين بزاف ديال الاخوان دابا في سوق القرعه تستطيع بطريقة عشوائية من خارج دول جهيات شنو هو مصير طالب الهسون في الاتجاه مصير طالب حتى تعرف واحد المصدر واحد السوق الكبير تتواجد تشبه في جميع ديال الموالية داخل السوق هذه وكاين التجارة تيديروا التربية يديروا الرشاش يديروا إلى آخره أنا اليوم هذا الناس راه عندنا فعلا تناقش عليه الإخوان اليوم خاصهم يراعيوا الظروف خصوصا هذه المرحلة ديال التزاوج هي زعما خاصهم ما صيدوش الناس ما عندوش الموالية الثقافية حنا تنقولوا هنا كعائله هنا الشافعي تعرفوا القانون ولكن الناس ما عارفينش القانون ولا نعطيه لها بل يسلموا ما يفهموش هذيك الناس ولفوا العشوائيه ولفوا الى بغينا نهنيو راه يحسوا علاش فينا هنايا جينا شدوا الجهات كامل على الصعيد الوطني تنقولوا واحد العدد قليل عمرنا جينا نساو الناس اللي تيردوا القانون على الصعيد الوطني تصالح هذا كبير وكل شيء الا جيت تشوف واحد العدد كبير اللي تنضيعوا فيها تصيدوا الآلاف في مشوف الطريقة ديال التخزين ديالو ولا النقل ديالو ولا إلى آخره عاد يمر في الهواء ما عندوش واحد الجيب ولا حتى في هذاك الطعام تعرف كيف يتعامل معاه تيمون لي راه هنا كيخسر من دولة البنية ولا ما يتزوجوا بها إلا بغات تحافظ على الطعام أول حاجة التجربة تكون متواضعة الناس راه عارفين هذا الشيء هذا هو السؤال ديالي السؤال ديالي أنا قاعد نحسهم طريقة باش نبدا في هذا السياق بالنسبة للفكرة ديالي أنا تخيل ما غاديش نقطع لي هذا غيكون تغارات غيكون تلاعب شحال عارف العقلية ديال الظاهر ما الرأي ديالك كيف تختار غير هي الإخوة المسلمات الرأي ديالك كيف تختار الحمد لله كيما وصلنا هذا اللي صار هذا الشيء دابا هي اللي شرحناها اليوم نتيجة للاجتهادات ديال الإخوان يمارسوا واحد الرياضة اللي هي ثقافة الطائر الحسون في المباريات تبريز للشوط في المباريات ديالهم ما داخلينش في نطاق آخر باش كاين فرق تصدر الواحد سيدير أو موان واحد جوج ديال المباريات ديالهم غادي نبداو كانت العشوائية ديالك العشوائية تاع عقلنا كما قلتي هذا مجتمع مدني وكل واحد تيقلب على صاحبه في البيت حنا كمؤسسات جمعيات اللي تنحميو البيئة تنحميو الطاقم الحسن خصوصا حيث هو الهدف ديالنا هو الفرص ديال الولاية ديالنا حنا غادي نطبقو هاد القانون ما نقدروش نجيب ونحلو المشاكل كاملة بحال دابا في البيت ما عندوش اتحاد ولا شيء ان نمشيو مرحلة بمرحلة الناس اللي كانوا خدامين تما كنت ديالهم يومي راه زعما صغيرة خطا تسبب النقطة حنا ماشي بغض الناس
حسن بيه. أنا غير كنت واحد منك صريح حنايا تنلو هوايه مثلا ديال ديال الشاف الله يكون في العون هذا سيتا موديستو سو ايكونوميك تما تيتو الناس قدامي كاين اللي تيدير خوذه كاين اللي تيدير زوان كاين اللي تيدير شي حاجه اخرى ممنوعه ماشي هذا التيم كاين بزاف هاد الممنوعات ولكن حنايا كجمعيات نبداو ناثروا بهدايا الهوايه ديالنا والمنخرطين ديالنا في هذا العمل الجمعوي من الجمعيه حنا غادي نهضروا من بعد على هذا العمل الجمعوي راه الجمعية ماشي نفس القهوة، جمعية التقطيع هي جمعية بعد العمل الجمعوي شنو قلنا قبل ما نجلس نهضر على حاجة أخرى، أنا عارف الدور ديال كل واحد شنو هو، عارف شنو الدور ديالو، أمين شنو الدور ديالو، كاتب شنو الدور ديالو، الهاوي شنو الدور ديالو، حنا ما وصلناش للثقافة ديال الجد ديال العمل الجمعوي، منين وصلت للثقافة ديال العمل الجمعوي أنا ديك الساعة أنا نوعا بالمسؤولية اللي عندنا، حيت علاش هذا اللي صار؟ جوج حاجات مهمين كاين الدور ديال الجامعة اللي تضمن تجاوب على السؤال ديالك اللي تضمن أن الجمعية اللي داخل الجامعة تتمارس شنو الرياضة ديال لي كونكور ماشي جمعية ديال السيادة حتى ما عندوش بلاصتو معنا باش نكون واضحين ماشي اللي طالع وهي وهي هنا غادي نواصل السيادة كاين السيادة والمسؤولية الثانية ديال رئيس الجمعية رئيس الجمعية تكون عنده مسؤولية كبيرة علاش؟ حيت مثلا عندو رئيس الجمعية أطراف المكتب التنفيذي ديالو أنه هو اللي يختار المسؤول اللي غادي يمشي يصير دونك هذيك واحد المسؤولية إلا مشى هذاك السيد دار خرق القانون جمعية كل اللي غادي يمشي لها عام ديال السيادة ما تصيدش وعلاش تنصيدو؟ تنصيدو باش نديرو الرياضة ماشي باش نديرو شي ممنوع القانون تيلا شي نديرو خمسة واضح ممنوع التجارة ممنوع التجارة حنا لا نديروش التجارة حنا لا نديرو واحد الهواية محترمة اللي تنوز الوقت الثالث ديالنا باش نرتاحو فيه حاجة أخرى يقدروا يكونوا ولكن حنا ما نعرفوش فيهم حتى اللي مهم عندنا هي نديرو الهواية ديالنا اللي تكون لذيذة شكرا كيما نكتبوا واحد السيرة الطريقة العصبة ونوزعوا في جميع المحلات كتنفيذ كتنبيه للمخاطر المحدقة للطائرة ما تنساش قبل ما يصدر هاد الحيازة وكي يمسك شو وقع كانت تحمل لي القمص بواحد الطريقة ما تتصورش عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة سكناها لتنبيه للمخاطر المحدقة للطائر الذي كان طائرا غير محمي هنا الدولة ما تديرش جر لعدد الطيور المتواجدة في الطبيعة ديالها ونحن نسأل عن الأخطاء المرتكبة من طرفها إذا حنا بني سحبناك ونبهناك للمخاطر أش درتي؟ اعتبرتهم من الطيور المحمية أول واحد تم المس به هو الجمعيات المرتكبة تصيد وفي إسبانيا ممكنش تحوزها الطائر إلا ما تنشاركش به على الأقل جوج مرات في التطور معناه ان غنشد الطير ونحطو عندي في الدار وناخذ ايد بالحيازه عم الحيازه ما تتكلموش على الامساك لان ما غاتكلم على الامساك غاتكلموا على التكاثر لان السبب ديالك اللي تكاثر بواحد الطائر حيز بطرق غير مشروعه اذا باش نتكلم عن هذا الموضوع خاص اصلا يكون سبب الملكيه هادئ وقانوني باش نتكلموا على التكاثر والتوازن وغيرهم اللي كاين في الطبيعه وما عطينا السيد الرئيس الى خدمه كلمه لا سي عبد الحميد عبد المحامي لا حبذا له لان الاخوان